الغابرين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، تراوح فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنرانا في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا
واسترنا تحت العرش ولا تفضحنا يوم العظيم. وارزقك بين يدين يا سامع الصوت ويا سالك الفوت ويا كاسي العظام من بعد الموت. اقبل دعاءنا وعاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم ادخل عظيم دوننا في عظيم عفوك انك انت العفو الكريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا وارجع امرنا واستر عوراتنا امن اوعاتنا امننا في اموالنا اصلح حدودنا بحكم الاباء من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وانصر اللهم امير المؤمنين هادي حمل المله والدين جلاله الملك محمد السادس. اللهم انصر نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين. قل له وليا ونصيرا معينا وظهيرا انت نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا خالق الحب والنوى عالم السر والنجوى اقض لكل واحد منا ما نوى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين.